نظمت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية احتفالا بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها بمملكة البحرين. هذا وتلعب جامعة البحرين الطبية دورا محوريا في قطاع التعليم العالي بمملكة البحرين من خلال إسهامها في تطوير البحث العلمي وشراكتها مع المؤسسات التعليمية المدرسية، وخصوصا في جانب التوعية والوقاية من الأمراض. الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية منذ تأسيسها وهي تلتزم بتحقيق رسالتها المتمثلة في التعليم والتنشئة والاكتشاف لصالح صحة الإنسان، وها هي اليوم تحتفل بمرور 20 عاما على تعزيز إرثها المتمثل في تخريج الكوادر المؤهلة وتقديم التدريب الطبي على مستوى عالمي، فضلا عن إجراء الأبحاث العلمية التي ترتكز على احتياجات المرضى، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين الصحة العامة من خلال المبادرات المجتمعية. هذا طبعا ينعكس دائما على الخدمات الطبية في البحرين ووجود الأطباء المرضين. الحقيقة مستوى الدراسة في الجامعة عالي جدا، والجامعة تجتذب يعني البحرينيين والخليجيين، تجذب الطلبة من مختلف أنحاء العالم، فأصبحت البحرين مركز حقيقي حين لتدريس الطب، خصوصا عندنا حين جامعة الخليج جامعة الجامعة الإيرلندية، وهذا حقيقي شيء نفتخر به. وجود هذه الجامعة وهذه الكلية يدعم البحث العلمي، حيث توجد شراكة بين القطاع الصحي في مملكة البحرين مع الكلية في القيام بعدد من البحوث في الإطار الصحي التي تسهم في اتخاذ القرارات بناء على المعطيات، ورفد القطاع الصحي بالمزيد من المعلومات التي تتعلق بصحة الإنسان سواء على الجانب الوقائي أو العلاجي. الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية تمكنت من رفض مملكة البحرين بالكفاءات المتميزة التي التحقت ببرامج تخصصية دقيقة في مراكز طبية دولية متقدمة، وأسهمت في تطوير الكادر الطبي في البحرين. الكلية اليوم تتمتع بوجود أكثر من 40 جنسية من الطلبة الذين قدموا إلى مملكة البحرين للحصول على مختلف الدرجات العلمية في الطب وغيرها من التخصصات الطبية المساندة، ولها دور كبير جدا أيضا في الشراكة مع المؤسسات المدرسية، فهناك شراكة مع المدارس الثانوية والابتدائية تحديدا لتوعية الطلبة بالأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكري، وفي نفس الوقت توعية الطلبة بشأن الأطعمة المفيدة والصحية. وهناك شراكة في الواقع عميقة ما بين الكلية ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي في الواقع داعم كبير جدا لمختلف برامج ومشاريع الكلية، وهناك إن شاء الله مشروع قادم بالتوسعة في الكلية بحيث تتمكن من تقديم خدمات أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وحتى بالنسبة للطلبة المستقطبين من خارج مملكة البحرين. تحتفل جامعة البحرين الطبية RCSI ب20 عام على تأسيسها، وهي أحد المشاريع المضيئة في مجال التعليم العالي والصحة، وذلك لما تتمتع فيه الجامعات في البحرين والتعليم بشكل عام من دعم حكومي متواصل ومتابعة متواصلة، حتى تكون البحرين مركزاً متطوراً في مجال التعليم العالي والصحة. تقدم الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية منهجاً دراسياً طبياً عبر شهادات معتمدة في جميع أنحاء العالم، وتعتز الجامعة بتوفير التعليم لطلاب من 40 جنسية مختلفة، وتمكنت من تخريج أكثر من 3200 طالب من كليات الطب والتمريض والدراسات العليا والبحوث. الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية ساهمت على مدار 20 عام في تطور التعليم الطبي في البحرين، مما جعلها شريكاً استراتيجياً في بناء القطاع الصحي والتعليمي، وداعماً أساسياً لاستراتيجية التعليم العالي في جعل البحرين وجهة عالية.